رجعت الشتوية وبلش البرد وبلشت الناس تتحضر لفصل الشتاء، ولا كل فصل من فصول السنة له طقوسه الخاصة، ولكن دائما عند السوريين بتكون الحالة مختلفة والطقوس غير. من المعروف والشائع انه الوجبات الغذائية هي 3 وجبات، كيف بالشتاء بصيروا 6 وجبات؟ ما حدا بيعرف. وبتبدأ طقوس المسليات اللي هي الدرة، البطاطا الحلوة، الشواندر، الحمص، الفول، يلي ما بتخلى من كل سهرة سورية. بتحبي الشتوية ولا الصيف؟ ولا الصيف، أنا كائن صيفي بصراحة. طبعاً الشتاء. بحب الشتوية أكثر من الصيف. شو بتعمل بالشتاء؟ شو طقوسك الشتوية؟ والله ما في شيء معين، يعني روحات وجيات ولبس، بحب لبس الشتوية أكثر من الصيف، يعني فكرة كثير الشوب. لا الشتاء طبعاً. بتحبي الشتوية ولا الصيف؟ شتوية. شتوية؟ شتوية كمان. مديتوا السجاد؟ إيه أكيد. نزلتوا الشتوية؟ أكيد، لأنه الطقس عم يتغير إجباري، بدنا نمد وننزل. أنا نزلته من أسبوع بصراحة. أنا من شي أسبوعين مشان أخلص من المسح والشطف وهالقصص بتعرف. مدينا وقت أمك نزلت السجادة، شو كانت رابطة السجادة؟ بكيس نايلو تبع خبز. أمك شو كانت رابطة السجادة؟ بخيط هذا الخيش، عرفتي؟ هذا الثقيل بيربطون يا بشباطات البوط يا أما بهدول خيوط ال ايش كان اسمه، خيوط الاشوال. ايه بهدول. اي شيء بيطلع بخلطهم بيربطوا فيه. ان شاء الله ماما مره ربطتها بلحشه. والله شو الطقوس اللي بتعمليها بالشتاء؟ اول شيء بحب اشرب النسكافيه وهي عم تمطر وترعد، وهيك شغلات وهيك قصص، يعني انه بحب اطلع واتمشى بالايمري وهي عم تمطر. والله هي الشتاء الواحد بيقضيها تقريبا نوم. تقريبا اكل نوم كنكنة، يعني هي ستوية كنكنة. كم وجبة صاروا؟ هنن 3 وجبات ناكلهم بنهارنا. هلا كم وجبة؟ أنا والله ليل نهار بدل آكل. ليل نهار أنا روح قلبي أكل. يعني أنا إيه نحن أرضنا وملعبنا الأكل. شو أكثر الأكلات الشتوية اللي بتحبها؟ أكثر شيء يعني الفول النابع بس، هيك بالشوارع أو الدرة مثلا. هيك بس. كمان مثله درة، بحب كثير الدرة والفول بالشارع. درة إيه. ترموس. دائماً بأول الشتوية ببلش الجدل الموسمي والسؤال الأكثر شيوعاً، أنت بتحب الصيف ولا بتحب الشتاء؟ ويا ريت كل الوقت صيف ويا ريت كل الوقت شتاء. طيب أنتوا شو بتحبوا؟